حالة الطقس الآن في محافظة أسوان، الحمد لله الطقس مستقر نسبيا. شبورة ترابية، كان في صباح اليوم أمطار خفيفة على أنحاء المحافظة، لكن الحمد لله ما فيش، لم تؤثر على أي شيء، سواء حركة المرور أو سواء بالنسبة لحالات الطوارئ. يعني الحمد لله الطقس مستقر نسبيا في محافظة أسوان. كان في بلاغ بوجود أتربة على جزء من طريق أبو سمبل الدولي، أسوان أبو سمبل، وتم إغلاق الطريق لمدة 3 ساعات، ثم استؤنفت الحركة المرورية على الطريق. والحمد لله بشكل عام لم تسجل غرف العمليات في المحافظة أي حوادث أو أي حوادث بسبب الأمطار يعني، أو بسبب حالة الطقس. وزي ما احنا شايفين كمان الحركة المرورية على كورنيش النيل في محافظة أسوان مستقرة تماما.